وسهلا بحضراتكم مره تانية. حصاد اخبار اليوم هم 10 اخبار، 5 خدوا اصحابهم وطلعوا فوق و5 نزلوا تحت. اول واحد معانا فوق هو الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الاسكان والمجتمعات العمرانيه، والحقيقه هو في الفتره الاخيره موجود معانا فوق دايما بسبب سرعه الانجاز. النهارده تم الاعلان على اكتمال مشروع الاسكان الاجتماعي في 4 مراكز في محافظه الغربيه، وتسليم عقود 511 وحده سكنيه لمحدودي الدخل بكفر الزيات وسمنود والمحله وزفته. اعتقد ده مجهود يشكر جدا للسيد وزير الاسكان. تحت بعد كده بيجي السيد احمد عماد الدين وزير الصحه، لانه تم اتهامه النهارده من قبل نواب البرلمان بانه هو يتكاسل ويتباطأ في حل ازمه نقص المحاليل الطبيه، وانه يعجز عن مواجهه هذه المشكله على مدار الشهور اللي فاتت. النواب قالوا النهارده ان وزير الصحه هو سبب هذه المشكله وسبب نقص المحاليل الطبيه بسبب عجزه وتصديره لازمه جديده جدا او ازمه للشارع المصري دون ان يتعامل معها بشكل محترف. فوق بعد كده بيجي هذا الرجل وهو السيد محمد عشماوي مدير صندوق تحيا مصر، لانه تم الاعلان النهارده ان الصندوق هيتقدم علاج ل 800 الف مريض على مستوى الجمهوريه حتى هذه اللحظه، او قدم علاج ل 800 الف مريض حتى هذه اللحظه. وتم الاعلان عن كفر الشيخ محافظه خاليه من فيروس سي نهايه العام الجاري، وكمان صندوق تحيا مصر قدم 100 تاكسي للشباب في كفر الشيخ وسلم 30 منزل ل 30 مواطن او 30 اسره بعد اعاده تاهيلها في القرى الاكثر فقرا في كفر الشيخ. اعتقد ان اللي بيحصل في موضوع فيروس سي في مصر ملحمه مصريه بامتياز. تحت وده مكانه الطبيعي السيد وزير التربيه والتعليم الهلال الشربيني. ليه؟ لان عندنا مديريه التعليم، مديريه التربيه والتعليم في الشرقيه في 150 طفل في مدرسه التربيه الفكريه في مدينه العاشر من رمضان. الناس دول يا عيني من اول ما الدراسه بدات هم رايحين جايين على المدارس، وحجه الوزاره المديريه ان هم دول معاقين ومن ذوي الاحتياجات الخاصه، فبالتالي مش لاقيين لهم مكان في المدارس دي، فمش نرقف بحالهم ولا وضعهم الخاص، لا احنا كمان بنزود الطين بله وقاعدين بنقلهم من مدرسه لمدرسه. وبكره هنفتح ملف غايه في الخطوره في قصر الكلام بكره بالنماذج والامثله عن تكاسل وجريمه وزاره التربيه والتعليم في حق مرضى التوحد من الاطفال والطلاب. بعد كده خلينا نروح لفوق، وفي لحظه نادره جدا بيطلع معانا فوق السيد احمد زكي بدر وزير التنميه المحليه، لانه الحقيقه قدر يحسم ويطلع على 41,000 وتقريبا 41,800 شكوى من شكاوى المواطنين في المحافظات، وقدر يتعامل مع 81% من اجمالي الشكاوى اللي وردت ليه للوزاره، واعتقد دي سنه حسنه. نتمنى بس ان التعامل مع هذه الشكاوى مش بس مجرد اطلاع، ولكن كمان يوصل لحد الحلول. الوزاره قدرت تنفذ من هذه الشكاوى او تحل من هذه الشكاوى نسبه كبيره جدا تصل الى 70%، وده جهد مشكور. او 81% نفذت او حلت وتعاملت مع 81% من الشكاوى اللي جت لها، فبالتالي وزير التنميه المحليه احمد زكي بدر فوق. تحت بينزل السيد وزير الري الدكتور محمد عبد العاطي. ليه؟ زي ما النواب قالوا له النهارده في مجلس الشعب او في مجلس النواب، وزي ما المواطنين بيقولوا، احنا عارفين ان في سيول وعارفين الاماكن ومخرجات السيول، وبقالنا 10 سنين السيول دي بتيجي في نفس الميعاد، مره تزيد مره تقل مره المهم احنا عارفين ان في سيول. هي وزاره الري بقى عملت ايه؟ هو ده السؤال اللي اتساله في البرلمان استجواب، بيقول له طب حضرتك عارف ان في ازمه ما استعدتلهاش بشكل بدري ليه؟ خصوصا ان كان ممكن نستفيد من هذه المياه، مياه الامطار والسيول. فوق بعد كده بيجي السيد محمد العصار، اللواء محمد العصار وزير الانتاج الحربي، لان في اطار المحاولات الاخيره بتاعت الحكومه عشان تخفف العبء عن المواطنين، وزاره الانتاج الحربي عملت خدمه جديده جدا تتلقى من خلالها المقترحات والشكاوى والاستفسارات. الخدمه دي شغاله طوال ايام الاسبوع ما عدا يوم الجمعه والسبت، شغالين من 9 صباحا وحتى 9 مساء. اي واحد من ممثلي خدمه العملاء بيرد على المواطن وبياخد رقم الشكوى والمتابعه بتتسجل، وبعدين الوزاره بتكلمه او الجهه المعنيه بتكلمه علشان يتعامل مع هذه الشكوى. اعتقد فتح الباب امام المواطنين ونبعدهم شويه عن المسؤول المباشر اللي بيخاف منه ده كلام مهم. تحت واول مره معانا تحت بيجي السيد محافظ دمياط اسماعيل طه عبد الحميد، لان النهارده في شكاوى متعدده من اهالي عزبه النهضه في مركز دمياط انه العزبة بتعاني أو هذا المكان بيعاني من سوء خدمات، وشوارعها بقت مرتع للمخدرات وغياب الأمن وانعدمت الخدمات تماما، رغم أن هي كانت من في يوم من الأيام ورشة أو مكان من أماكن صناعة الأساس والموبيليا في دمياط. فوق بعد كده بيجي السيد نصر محافظ كفر الشيخ، اللي قرر النهاردة قرار محترم جدا بإقالة مسؤول الكهرباء في قرية الزاوية الخضراء في كفر الشيخ، لأن شكاوى المواطنين اتكررت من تكرار انقطاع الكهرباء بشكل يومي دون الاستجابة لمشاكلهم، والمحافظ خد قرار فوري بعد دراسة الموقف وأقال هذا المسؤول. أعتقد دي القرارات اللي احنا محتاجينها في الفترة اللي جاية على مستوى المحليات ومستوى المسؤولين الصغيرين. تحت بيجي راجل ما نعرفوش لكنه مجنون،
ولكنه نموذج لكل مواطن بائس يائس احنا مش عاوزينه. صاحب محطة بنزين في سوهاج، صاحب محطة البنزين ده قرر انه يرمي 9000 لتر وقود في الترعة. ليه؟ يرمون في الترعة يعني بيلوث آلاف الأفدنة الزراعية، المية بتاعت الناس، بيلوث بيئة، بيدمر بيئة، بيدمر ناس، بيدمر زرع. ليه؟ علشان الحكومة حررت محضر مخالفة للبنزينة بتاعته. فهذا الرجل عديم الضمير بمنتهى البساطة راح يلوث مياه الري ويورط المحافظة والمواطنين في أزمة علشان نصرف فلوس كتير جدا لتطهير الترعة اللي رمى فيها البنزين لمجرد ان هو اتحرر ضد مخالفة هو عارف ان هي صحيحة. ده راجل مش بس لازم يتحاسب بسجن، لا ده لازم يكون عبرة لمن يعتبر في مصر كلها.